حياة أعظم بشر وأكرم إنسان، إنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. تلك اللحظات التي كلما قرأتها وتذكرتها بكيت حزنا على فراقه صلى الله عليه وسلم، وشوقا إلى لقائه، فتختلط مشاعري فلا أدري وأنا أبكي هل أنا حزين أم مشتاق. إنها أعظم لحظة وأجمل لحظة بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وبينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، نزل عليه قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونزلت سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فعرف الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيودع الدنيا، فقال: إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، وقال: لعلي لا أحج بعد عام هذا. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وفي أوائل السنة 11 من الهجرة ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزور شهداء أحد، فصلى عليهم ودعا لهم وقال: إني أشهد الله أني عنكم راضي. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المقابر وهو في الطريق بكى وقال: وددت أني لقيت إخواني. فقالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. وفي بعض الروايات: يود الواحد منهم لو رآني بأهله وماله، فداك أبي وأمي يا رسول الله، والله إننا لنتمنى أن نراك ولو فقدنا كل شيء. وبعد مدة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يودع أيضا أهل البقيع في مقابر البقيع، فدعا لهم واستغفر وقال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهن لكم بما أصبحتم فيه بما أصبح الناس فيه، يعني هنيئا لكم ما أنتم فيه. ثم قال: أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، والآخرة شر من الأولى. ثم بشر أهل المقابر فقال: إنا إن شاء الله بكم لاحقون. وعندما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع أصابه المرض وداهمه صداع رهيب، وكان يوم اثنين، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يربط عصابة على رأسه من شدة الألم، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحسون بحرارة رأسه من فوق العصابة. وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس 11 يوما. وفي الأسبوع الأخير اشتد المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يتمنى أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، فجعل يقول لزوجاته: أتأذنون لي أن أمرض في بيت عائشة؟ فقلنا له: أذنا لك يا رسول الله. فأراد أن يقوم فما استطاع، فجاء علي بن أبي طالب والفضل بن العباس فحملوا النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا به من حجرة أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها إلى حجرة عائشة رضي الله عنها. لكن الصحابة لأول مرة يروا النبي صلى الله عليه وسلم محمولا على الأيدي، فتجمع الصحابة وقالوا: ما لرسول الله؟ ما لرسول الله؟ وبدأ الناس يتجمعون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ المسجد يمتلئ ويكتظ بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ويحمل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أم المؤمنين عائشة، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرق عرقا شديدا، وجعلت عائشة تمسك بيده صلى الله عليه وسلم وتمسح العرق عن جبينه صلى الله عليه وسلم. ثم بدأت آلام السكرات، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وجعل صوت الناس يعلو في داخل المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة: ما هذا يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله، الناس يخافون عليك. فقال: احملوني إليهم. فأراد أن يقوم صلى الله عليه وسلم فما استطاع أن يقوم، فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم، فصبوا عليه 7 قرب من الماء كي يفيق. وبعدها أفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمل النبي صلى الله عليه وسلم وصعد إلى المنبر، فكانت آخر خطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
وآخر كلمات للنبي صلى الله عليه وسلم، وآخر دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر نظرات من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أيها الناس، كأنكم تخافون علي، كأنكم تخافون علي. قالوا: نعم يا رسول الله. فقال: أيها الناس، أنا فرطكم على الحوض، إن موعدي معكم عند الحوض، والله لكأني أنظر إليه من مقامي هذا. أيها الناس، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتنافسوها، فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم أوصيكم في الصلاة. أيها الناس، استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم. أيها الناس، إن عبدا خيره الله، إن عبدا خيره الله بين البقاء في الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. فما أحد عرف ماذا يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لما سمع تلك المقالة بكى بكاء شديدا، وجعل نحيبه يعلو في المسجد ويقول: فديناك بآبائنا يا رسول الله، فديناك بأمهاتنا يا رسول الله، فديناك بأولادنا يا رسول الله، فديناك بزوجاتنا يا رسول الله، فديناك بأموالنا يا رسول الله. وجعل الناس ينظرون إلى أبي بكر الصديق نظرة تعجب واستغراب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، ما منكم من أحد كان له علينا فضل إلا كافأناه به إلا أبا بكر الصديق، فإني لم أستطع مكافأته فتركت مكافأته لله جل وعلا. كل الأبواب إلى المسجد تسد إلا باب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، من كنت جلدت له ظهرا، من كنت أخذت له مالا أو منه حقا، فهذا ظهري فليستقد مني، هذا ظهري فليقتص مني. فجعل الصحابة يبكون. وقام رجل من بين الصحابة وقال: أنا يا رسول الله، لي عندك 3 دراهم. فقال: يا فضل بن العباس، أعطه 3 دراهم، أعطه 3 دراهم. فأخذ الدراهم 3 وكان يقول: كنت أريد أن أحتفظ بشيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت. ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر بين المسلمين ويقلب عينيه بينهم ويقول: آواكم الله، ثبتكم الله، حفظكم الله، رعاكم الله، نصركم الله. فكانت هذه آخر كلمات النبي صلى الله عليه وسلم. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر وتوجه إلى حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ثم دخل عليهم عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة رضي الله عنها، وكان معه مسواك يستاك به. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. قالت عائشة رضي الله عنها: فعلمت أنه يريده، فقلت: آخذه لك يا رسول الله. فأشار برأسه أن نعم، فأخذت المسواك فقضمته ووضعته في ريقي وطيبته ونظفته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك المسواك في فمه. قالت عائشة رضي الله عنها: كان من فضل ربي علي أن الله جمع بين ريقي وريق النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت. ثم دخلت ابنته فاطمة رضي الله عنها، فرأت النبي صلى الله عليه وسلم مسجى على الفراش، فبكت، بكت لأنها كانت كلما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم
قام إليها فرحب بها وقبلها وأجلسها في مكانه، وهي الآن ترى والدها خير البشر مسجع على فراشه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ادني مني يا فاطمة، اقتربي مني يا فاطمة. فهمس لها في أذنها فبكت، ثم همس لها مرة أخرى فضحكت. فسئلت بعد ذلك فقالت: إنه همس لي أني مغادر هذه الدنيا فبكيت، ثم همس لي فقال: إنك أول أهلي لحوقا بي، فضحكت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا من كان عندي في البيت. ثم قال: ادن مني يا عائشة. فدنت منه عائشة، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه على فخذها وعند صدرها وفي حجرها، ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم جبريل يستأذنه في دخول ملك الموت، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم ملك الموت، وجعل يخيره بين أن يبقى في الدنيا وبين أن يصعد إلى الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. فقال ملك الموت: أيتها الروح الطيبة، أيتها الروح الطيبة، روح محمد بن عبد الله. أيتها الروح الطيبة، روح محمد بن عبد الله، أخرجي، أخرجي إلى رضا من الله ورضوان ورب راض غير غضبان. تقول عائشة رضي الله عنها: فثقلت رأس النبي صلى الله عليه وسلم على صدري، وعلمت أن رسول الله قد مات، فأزحت الستار وقلت للناس في المسجد: مات رسول الله، مات رسول الله. فضج المسجد بالبكاء، وارتفعت أصوات الناس، وما استطاع أحد أن يتحرك. فعلي بن أبي طالب أقعد من شدة الخبر، وعثمان بن عفان جلس يبكي، وأبو بكر الصديق دمعت عيناه، وعمر قال: من قال منكم إن محمدا قد مات قطعت رأسه بالسيف. والله ما مات رسول الله، وإنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران. أما أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فقد تحامل على نفسه ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وضمه إلى صدره وقال: وخليلا وحبيبا، ما أعظمك يا رسول الله، ما أعظمك يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم جعل يقبل النبي صلى الله عليه وسلم من رأسه، ثم خرج يبكي، خرج أبو بكر يبكي ويقول: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال عمر بن الخطاب، ثم تلا أبو بكر الصديق قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر: فوالله لك أني أول مرة أسمع هذه الآية في كتاب الله. ثم غسل النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن العباس وعلي بن أبي طالب وأنس بن مالك، وكان علي بن أبي طالب يصب الماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفضل بن العباس يغسل النبي صلى الله عليه وسلم ويدلك جسده. ثم حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زاوية من حجرة عائشة رضي الله عنها ودفن فيها، ووقف الصحابة على قبره يدعون الله لنبيهم. ثم جاءت فاطمة فقالت: يا أنس، يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله التراب، أطابت أنفسكم أن تضعوا التراب فوق الجسد الذي أخرجكم من الظلمات إلى النور. قال أنس: والله لقد كانت الليلة التي دخل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أكثر ليلة إضاءة وإشراقا،
وكانت الليلة التي خرج الرسول صلى الله عليه وسلم فيها من المدينة ورحل إلى الآخرة أظلم ليلة مرت علينا. وهكذا رحل محمد صلى الله عليه وسلم في أحسن خاتمة، فقد اختار رفيقه الأعلى سبحانه وتعالى. يا خلد إنها نعم المطر، يا جنان خلد إنها نعم المطر، يا أرض طيبات قد أتيتك عاشقا، وقلوب عشاق المدينة تنفطر. فيك محمد قد أناخ رحاله، بخير ترباك يا حبيبات قد قبر. يا أرض طيبات قد أتيتك عاشقا، وقلوب عشاق المدينة تنفطر. فيك محمد قد أناخ رحاله، وبخير ترباك يا حبيبات قد قبر. لكن ريؤك وبهم عندما يأتي سؤال عنه لا ألقى مفر، ماذا يقول نبينا لو جاءنا ورأى الشباب على المعازيف والوتر. ماذا يقول إذا رأى إسراعنا في لذة تهوي بنا نحو الحفر. ماذا يقول إذا رأى شهواتنا صارت تعظم مثل ماء السور، صارت تعظم مثل ماء السور. ماذا يقول إذا رأى إحجامنا عن ديننا ورأى الشريعة تحتقر؟ ماذا يقول إذا رآنا في الربا ورأى محاربة الإله المقتدر؟ ماذا يقول إذا رأى إحجامنا عن ديننا ورأى الشريعة تحتقر؟ ماذا يقول إذا رآنا في الربا ورأى محاربة الإله المقتدر؟ ماذا يقول إذا رأى آدمنا، ماذا يقول إذا رأى الأقصى أسر؟ وأعود يا خير البقاع فأنثني وأرى جوابا واحدا فيه أسر. وأكفكف العبرات أبصيه مشفقا، وأقول سوف يجيء جيل منتصر يحمي البلاد ويستعيد كرامة، يمضي على نهج الهدى يقفو الأثر، يمضي على نهج الهدى يقفو الأثر. ويذكر التاريخ جيلا صادقا كأبي هريرة والمثنى أو عمر، يتلو كتاب الله في غاسق الدجى فهمومه تجلى بطاف والزمر. ويذكر التاريخ جيلا صادقا كأبي هريرة والمثنى أو عمر، يتلو كتاب الله في غاسق الدجى فهمومه تجلى بقاف والزمر. فاستبشري يا أرض طيبة إننا ندعو الإله بأن يصونك من ضرر. مدي يديك حبيبتي وتبسمي، إني أعاني قما بها خير البشر. فاستبشري يا أرض طيبة إننا ندعو الإله بأن يصونك من ضرر. مدي يديك حبيبتي وتبسمي، إني أعاني قما بها خير البشر. إنا نعاني قما بها خير البشر،
إنا نعانق من بها خير البشر، إنا نعانق من بها خير البشر، خير البشر، خير البشر، خير البشر.